سلمى، بدنا نتعرف اكثر كيف ممكن الام تتعامل مع الطفل الاناني. خلونا نرحب معنا بالاستوديو بسهى احمد، ماجستير بعلم النفس. يسعد صباحك. صباح ورمضان خير. كريم. رمضان خير علينا وعليكم يا رب. يسعد صباحك. صباح سهى. يعني خلينا هيك بالبدايه نبلش معك بالانانيه وتعريفها، لحتى كمان الام اللي عم بتتابعنا تعرف انه هذا السلوك يعني انانيه. الأنانية بالعموم لكبار وصغار هي حب التملك لأي شيء بالحياة، إن كان حاجيات إن كان مشاعر إن كان سلوكيات. الأنانية نحن بنعتبرها سلوك مكتسب، ما بيجي شيء بالفطرة أو شيء موروث، يؤخذ من الأهل. يعني هي من عادات الأهل، كيف بالبيت كيف بيتعاملوا مع الأطفال، علاقاته الاجتماعية بتبدا بالسنه الاولى والثانيه، بتبلش تخلص بالسنه الثالثه الرابعه حسب الاهل كيف عم يتعاملوا مع الطفل. طبعا اذا هنن اشخاص انانيين فاكيد رح يكتسب هذا الشيء منهم، كيف بيتعاملوا مع الزوار بيجوا لعندهم، مع اطفالهم بيحبوا يشاركون، مع اولادهم ما بيشاركون. هنن يعني كيف الطفل هو ورقه بيضاء، نحن دائما بنحكيها انه بيكتسب كل شيء اهل مقلد، يعني هو تقليد لاهله بكل شيء، بعاداتهم وحركاتهم ومجتمعاتهم. طيب خلينا نحكي عن بعض اعراض الطفل الاناني لحتى الام تقدر تميز اذا ابنها اناني ولا لا، لانه بنعرف انه مثلا الولد الاول بيكون مدلل زياده، بيكون دلوع العيله، محبوب زياده، فعلا بيتم اهتمام فيه بطريقه مبالغ فيها، مشان تقدر تفرق بين الدلال والانانيه، كيف ممكن تتعامل مع طفله؟ الاعراض لحتى تقول انه عندي انا فعلا طفل اناني. بداية الطفل ما بيعرف حاله إذا أناني ولا هاد حب تملك لغرضه، يعني لإله، لأنه هو دائما إنه صحيح. لما بتجيبي له شيء هاد لإلك، مثلا مثل التيشيرت، مثل البنطلون، لعبة، إنه هاد لإلك، فهو بفهم إنه هاد لإلي، أنت ما بصير تقربي علي. في هاي بداياتهم قلنا بالسنة الأولى والثانية، هون بيجي دور الأهل إنه إنهم بيعلموه لا ممكن أنت تشارك فيها حدا إذا إجى لعندك رفيقك، أو مثلا اليوم جاي لعندك مثلا قرايبك، إنه أنت ممكن تشارك باللعبة، أما إذا إجت الأم وقالت له لا ما بتخلي حدا يلعب فيها، هي لإلك، حسب كمان نبرته الصوتية كيف تتعامل معه، فهون بيتعزز عنده هذا الشيء وبيتذكر إنه مثل هذا الصوت اللي بيجي بإذنه من أمه إنه لا إنه أنا ما بتصير خلي حدا يلعب فيها لأنه هي لإلي، فهون بيتشكل عنده إنه كل شيء ممنوع حدا يقرب عليه. حتى بتزيد بأعمار تانية بتزيد إنه بيصير غرض الآخر لإله، لأنه هو متعود إنه كل شيء لإله، أي شيء بيحط إيده عليه هذا لإلي. صحيح. معلقة، صحن، أي شيء أي شيء بالحياة. هلا إذا دائما الطفل الأول بالعيلة بيكون عنده بيعاني من هذا الموضوع بس يكبر، لأنه بيجي الجديد مولود جديد على البيت، فالأب والأم هذا شيء جديد عندهم، فبدهم يبلشوا يتعلموا فيه. تمام. فبيسمع من هون بيسمع من هون بيسمع من هون، مثلا بتبلش الام تقول انا ابني مثلا ما بدي ربيه مثل هديك، فهي تلقائيا هي شو جواتها شو شايفه ببيت اهلها، فبتصير بتخلي ابنها يكتسب منها هاي العادات، فهي ما بتكون منتبهه عليها. فدائما نحن احيانا في شغلات نحن دائما بنقول انه نحن ما رح نعملها، بس هي طبيعيا بالفطره لانه عندك، فانت بتقولي بكره انا بس اتجوز انا ما رح اعمل مثل مثلا امي ما عملت، فانت تلقائيا بتصير سلوكياتك نفس سلوكيات اهلك بتجي والطفل بياخذها، فانت هون ما بتحاولي مثلا نسبة انه انت تجي خفيفة عليه. لما بيصير في طفل تاني بالبيت ببلش هون انه لا هاي لإلك هيك، فالطفل بيفكر حاله انه هو الغلطان، لا الام بتكون هي غلطانة لانه هي عودته على كل شيء مباح لإله، ولما اجى الطفل التاني فبدها تعلمه انه لا هاد لا كمان لإله، فهون بيصير عنده شرخ بشخصيته انه ما عاد يميز انه انت شو عم تحكي صح ولا انه انا اللي غلطان. فهون لازم كتير الام تكون حذره بتعاملها، بنبره صوتها، باسلوبها، بحاجياته، بتجيب له مثلا مره تجيب له مره ما تجيب له، انه عندك لما تنتزع انا بجيب لك، مشان كمان كثر الدلال زايد من شكله، يعني باي غرض انه انت تجيب لك. اكيد. طيب سهى، يعني بالعموم مثل ما حكيتي يمكن باللا شعور الاهل بيعطوا هي العادات للطفل من خلال اسلوب حديثه، من خلال توكيدهم على انه غراضك لا تعطيها لحدا، او هذا الحرص اللي بيتحول بعدين لانانيه اذا فينا نقول. طيب عدد الافراد او الاطفال بياثر او لا؟ نوعية التعامل بحد ذاته، يعني إذا أنا علمت الأطفال بالبيت على المشاركة إنه ممكن أخوك يلبس منك، ممكن فلان ياخذ لعبتك، هذا بيأثر بإنه أنا أمنع طفلي يصير أناني؟ أي أكيد طبعاً، لما بتعلميه إنه يشارك، خاصة الأخوة،
الأخوة هي اللي بتفرض الطفل بالمجتمع بكرة بس يكبر بسن المراهقة وهيك، فلما بيكون في مشاركة بالبيت فما عنده مشكلة يشارك أي شيء خارجياً، طبعاً مو أشياء خاصة أكيد، لأنه أنت بالنهاية حتى أنت هلأ بهالوقت أنت في شغلات خاصة أنت ما فيك تشاركيها مع أختك لأنه بتخصك، بس بالعموم الأشياء العامة ممكن تتشارك بقعدة بمثلاً لقمة يعني فيك أنت تحصصي فيها، هون بتعلمي لأنه أنت أسستيه من البيت. بالبيت مثلاً فيك تخصصي أنه كل واحد مثلاً فنجان، لكل واحد صحن، معلقة، علمتيهم أنه هذا لإلك، بس أنت ما بتقرب على لأخوك، أنت هون عم تحافظي على نظام مثلاً مشان عادات وخصوصية الشخص. هلا في اشخاص بيعارضوا انه مثلا هاد معلقته او صحنه هيك، لا انا مع فكره مشان انه هو مثلا بيحب هذا اللون، فانت عم ترضي له حاجه ثانيه انه هذا بيحب ياكل فيه لانه انت رضيتي له حاجه باللون، فمن انت من هذا الباب. باشخاص ثانيين بيفكروا انه هون عم تعملي تمايز، لا هذا ما انه تمايز، هذا عم تلبي له رغبه بيحبها، بالمقابل عم تعلميه انه هو يتشارك. كمان موضوع الاكل يكون جماعي كمان كثير حلو اذا كان في عدد اطفال بالبيت. الأخوة أهم شيء تركز إنه هاد لإلك وهاد لإلك، ممكن أنا يعيرك بس مثلا فرق العمر أو فرق الطول ما بيناسبك بكرة، بس مثلا تكبر بعطيك كنسته لأخوك الكبير، بس دائما الخلاف بيجي بموضوع الطفل الأناني على الطفل الأول. وهذا اللي الطفل الأول هو دائما عنده مشكلة إيه؟ بيكون في الدلال الزايد، الطفل الأول مغنج فدائما بيكون في عنده شوي من الأنانية، وهو مثل ما قلتي الطفل يكتسبه يعني بتكون مكتسبة من الأهل، ما بيجي يعني ما بتجي بالفطرة. إيه أكيد ما بيجي من عنده. خلينا نحكي عن مراحل الأعمار، يعني تختلف التعامل مع الطفل الأناني بالسنين الأولى، في سنين يعني في أول نحن بنقول إنه أول 6 سنوات هي اللي بتبنى شخصية الطفل، هي اللي بت بت بتكون شخصيته ككل. مرحلة المراهقة بيكون في نوع من الأنانية كمان عند الأطفال لكن بطريقة مختلفة. طبعا قلت لك أول ما ببلش الطفل عنده إدراك ما بيكون واعي لشو تصرفاته ولا سلوكياته لأنه هو ملقن على شيل هاي لأحط هاي، تمام؟ عندك أول سنتين فبيكون أي شيء بيحط إيده عليه هذا لإله، ببلش من السنة الثالثة الرابعة هون ببلش عنده إدراك، ببلش يفرق بالأغراض على هاي معلقة هاد صحن، ببلش يفرق بالتسميات، فهون بتبلشي أنت تعززي عنده لانه هذا للبيت وهذا لإلك، مثلا هذا لابوك هذا لامك، تمام؟ هون هلا قلت لك الخلاف دائما بالطفل الاول انه الاب والام بيكون كثير جديد عليهم الجو، فبكثر التساؤلات هاي اللي بتقول لا انا بدلله، لا انا ما بخلي، لا انا هي ممنوع، احيانا تضارب بالتعامل بين الاب والام كمان بيأثر فبتضيع، تمام؟ بس بالاخر ما بتتصرف غير هي السلوكيات يلي اخذتها من بيت اهلها. يعني قد ما اجى آراء، لانه بالنهايه دائما ما بيعمل الواحد غير اللي هو بده اياه، اللي بيعند عليه فبيكتسبه الطفل، فهي بتحاول تحسن انه يمكن يكون على الام دائما ما بتحكي شو في جواتها، بيكون عندها سلوك ما بدها تورثه لابنها، فبتحاول انه تسال هيك وتسال هون مشان تاخذ فكره انه انا ممكن صلح هذا الاسلوب. هو في بالفطره بده يجي لا شعوريا احيانا من نبره صوت، يعني احيانا اذا مثلا كانت عم تعزل البيت او عم تنظفه فبتطلع مع نبره صوت هي مو قاصدتها تسمع لابنها، فهو بتحفر بإذنه والطفل يعني وين ما بدك بيلقن، يعني فخلص انه بياخذ منك، بياخذ مني، بياخذ من الكرسي، بياخذ من التلفزيون، بياخذ، وبيبلش عنده بالسنه الخامسه السادسه ببلش يسال، بلش يسال انه هي شو وهي ليش هيك، طب انت ليه حكيتي هيك لبقى، تمام؟ طب انت ليه مثلا ما اعطيتيها لخالتي هي الشغله، ما انت انانيه. حتى بيكتسب الطفل أنانية بالمشاعر، يعني كيف أناني لما أحيانا بتشوف مرحلة المراهقين والشباب أنانية حتى بالحب، يعني حتى بالعلاقات بالصداقة، يعني أحيانا بتشوف بيتملك المراهق، بيجي بيتملك، هذا كله من الصغر إنه أنت رفيقي لإلي، هذا كله أخذه من الصغر، أخذه من أهله، فنحن بنحاول كتير إنه كتير يعني يكون حريصين، يكون إيجابي سلبي، يعني شوي طريين شوي حدين، يكون دائما في بالبيت أسلوب عقاب إيجابي سلبي. كيف يعني إيجابي سلبي؟ إنه محبب، يعني أنت ما نحن أكيد ما رح نتبع الضرب لأنه هلا بهالوقت وبهالجيل اللي طالع أكيد الضرب ممنوع، مو مشان لأنه أنت ما بتضربي، لا لأنه عم يعند وعم يجي على سلوك نفسي سيء بياخذوا الطفل أكيد. بالتعامل بهذا الموضوع، فدائما الحوار هو الحل الامثل لهذا الموضوع، خصوصا يعني الاطفال بالمراحل الدراسيه عم تعرضوا لمنهاج كثير قوي وضخ معلومات جديده، حتى على الاهل عم تجي جديده أكيد. يعني صار في مفارقات بالاجيال كثير عم يعاني فيها الاطفال اكيد. يعني سهى يعني اليوم عطتينا معلومات يمكن
بتمنى هيك كل ام كل ست عندها طفل او اكثر انه هي تستفيد منهم. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم. نشكرك اكيد سهى احمد ماجستير في علم النفس على وجودك معنا، وبدنا نوجه تحيه لكل ام فعلا هي بتحاول تربي ابنها بكل الطرق والسبل اللي بتقدر تحافظ عليه. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك.